طلعوا يا اختي قوم ربنا يا بنت. قولي لي بقى مين اللي لسه مازال دلوقتي تحت الميه؟ احمد عبد الفتاح بالترعه دي، محمد عبد الله طلع واندفن بقاله ساعه. ابن عم فين صراخ؟ احمد كان راح فين ده؟ كان راح يطبخ في فرح طباو على اكل عيش وبيوميات يطبخوا وودوا طالعين يودوا العيد راحت العربيه انقلبت مركب انقلبت بيه. هو متجوز؟ اه معاه بنتين اتنين بنت 41 يوم وبنت 11 سنه ونص. مش احمد كده؟ اه ودك حامل لاربع حتوش. ما انا قايله لها من قبل ما نعرفها كمان. اللي هو اندفن محمد عبد الله واخد اختي مرات احمد اخت احمد اللي مدي قريب يعني عيال عام. احنا عيال عام ما بندوش بناتنا برا ولا بنجيبوش. وانتوا دلوقتي طبعا بتنادوا عليهم؟ بنادوا على احمد عشان يت وعلى الغرب الاخرين قابلين. وفين مامته؟ مامته هي اللي لابسه كشف ده هي اللي يستر عرضك ربنا يا بنت. واللي طلع قاعده ورا يا واد يا هاي يا ولا يا السميت اللي هو اخويا في حاسه القطر برضه برضه اخويا وابني واخوه يعني حاجات خبط الصوت تربي يا كيوتا ما يا ولا تربي بيوتا ما عياله وعياله تربي بيوتا يا كيوتا ما يا ولا اكبر الله حتى لل 40 يوم دي هتقول ايه دي يا رب اللي متجوزه بقى حامل بقى لها 4 شهور. مين اللي بقى لها 40 يوم؟ مرات اللي طالع مرات محمد لسه ما طلعش حامل بقى لها 40 يوم ولا متجوزه؟ متجوزه وبقى لها 4 شهور حامل. عريس جديد؟ اه بقى لها 4 شهور حياه. قول على اللي هي ال 40 يوم بتاعتها ابن اخو ما مرت احمد بقى ديت والده لها 40 يوم اللي ما طلعش دي والده لها 40 يوم 40 يوم اه ومعاها بنت تاني بقى له سنه ونص يعني حياية شباب فرحوا شباب حشيش طالعين يا اخي تركز على الحلقه كانت عامه في طبخنا كنت صوريش انت ما حضرتهاش الحلل والجراكن واللسان وكله كان متشحط. اللي بيتربى يتم به يربي عياله ويتم الاخرين. ده احنا زحزحنا تهلك هنداله الميه كلنا كده فوق بعضينا كده حصيره. امال ايه؟ امال ايه؟ ما زالت فرق الانقاذ يعني تبحث عن المفقودين وضحايا غرق المعديه. الاهالي هنا طبعا بتنادي على ضحاياها. يا واد يا احمد اطلع بقى يا احمد اطلع يا احمد اطلع يا احمد من عز الدين ولو ما لهمش ما نسبت دمشقي نسبت الملوكيه هي كل النصارى يعني بيبصص يعني بكل حاجه طالعه مش حته طبعاي طبعاي هو الناس كلها يا الله هو ليه حد يعني بشوف البتاع الشقاره يا عين عبط لحظات قليلة من الآن طبعا تم انتشال من هنا جزء من عربية موجودة تحت المياه لحد الآن. يا اختي سيبيه وسكوت سيبيه خيرك فين ما هو قاعد اهو. كتر خير كتر ده زوهر عقله منه زوهر لما توصل وضرب اللي لابوه ان شاء الله يفتح تحت فاضل الاربعه الاخرين يا اخي فاضي لحمة والثلاثة الغرب يا اختي ده كلكم ولاد ناس يا في
واهلهم متضربين واهلهم تعبانين كلك مكهورين كلك زي الشاطئ التاني كلك تعبان وشقيان وحزان على عيالهم محدش مرتاح.